الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الوهاب الذي أمرنا بالتحلي بالآداب، والصلاة والسلام على الأسوة الحسنة في أوامر الكتاب سيدنا محمد وآله وصحبه أولي الألباب. لازلنا معكم أيها الأحباب، ننتقل من بستان إلى بستان لنقطف من ثمار الآداب النبوية ومما أوصانا به الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحلى وأينع ثمار. أحبائي، إن أذية الناس ليست من أخلاق المسلمين، فما بالك إذا كان هؤلاء الناس هم جيرانك؟ فإن إيذاء الجار قد يكون سبباً في ضياع حسنات العبد يوم القيامة، وذلك عندما يقول هذا الجار المظلوم لله عز وجل: يا رب اقتص لي من هذا الرجل الذي ظلمني، فيأخذ الله حسنات هذا الرجل الظالم فيعطيها للرجل المظلوم. وقد أوحى الله رسوله عن طريق الوحي جبريل عليه السلام بقوله، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وهنالك أعزائي قصة عجيبة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث كانت هنالك امرأة تعيش في ذلك الوقت، وكانت كثيرة الصلاة والصيام والصدقة، ليست الواجبة فقط بل والنوافل أيضا، ولكن مشكلتها الكبيرة على الرغم من كل ما تفعله من تلك العبادات أنها كانت تؤذي جيرانها إيذاء شديدا. فذهب مجموعة من الصحابة إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخبروه بأمر هذه المرأة، بأنها تكثر من الصلاة والصيام والصدقة غير أنها تؤذي جيرانها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هي في النار، هي في النار. وفي الجهة المقابلة كانت هنالك أيضا امرأة تعيش في ذلك الوقت، وكانت لا تصلي إلا الصلوات الخمس، ولا تصوم إلا شهر رمضان، ولا تدفع إلا زكاة المال، مع ذلك كانت امرأة فاضلة طيبة القلب، تحسن إلى جيرانها، لا تؤذي أحدا منهم بل تحسن إليهم دائما. فأخبر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه المرأة فقال: هي في الجنة، هي في الجنة. لذا أحبتي، إن ديننا الحنيف لا يقتصر على العبادات فقط، بل إنه يشمل الأخلاقيات والمعاملات بين الناس التي تغلف تلك المعاملات بغلاف الرحمة والمحبة والمودة. وهنالك طرق ووسائل في كيفية حسن المعاملة مع الجيران كثيرة، هي نذكر منها: الأدب الأول، تبادل الزيارة والمشاركة لهم في الأفراح والمناسبات السعيدة، وكذلك إذا مرض أحد جيرانك فبادر بمعاودته فورا، فإن ذلك مما يوثق أواصر المحبة. كذلك أيضا من الأدب، وهو الأدب الثاني، تجنب التفاخر عليهم بملابسك أو مالك أو بيتك وغيره من أمور الدنيا حتى لا تنغص عليهم. كذلك أيضا من الآداب، وهو الأدب الثالث، ابتعد عن أذيتهم بأي شكل من الأشكال، بحيث لا ترفع صوتك أو صوت المسجل أو صوت التلفاز، فإن ذلك لا يصدر إلا من الولد السيء. كذلك أيضا من الآداب، وهو الأدب الرابع وهو مهم جدا، إياك أن تنظر إليهم، أي أن تنظر إلى جيرانك من ثقوب الجدران والنوافذ والأبواب، وإياك أن تستمع إلى كلامهم أو تتجسس على أسرارهم، فإنه فعل مشين ومخزن على صاحبه. أعزائي المشاهدين، إخواني الحاضرين، آداب التعامل مع الجيران كثيرة، نكملها لكم بعد هذا الفاصل، انتظرونا. عدنا إليكم مجدداً أيها الأحباب لنكمل معاً ما تبقى لنا من آداب في التعامل مع الجيران وحقوقهم. فقد وقفنا عند الأدب الرابع. الأدب الخامس، مشاركة الجيران أفراحهم وأحزانهم حتى تكون أنت وجيرانك أسرة واحدة، فرحكم واحد، حزنكم واحد. أيضاً كذلك من الآداب، وهو الأدب السادس، تجنب الدخول إلى بيتهم أو إلى إحدى غرفهم، أو أن تأخذ شيئاً منهم من دون إذن أحد منهم.
أيضا من آداب التعامل مع الجيران وهو الأدب السابع، إياك أن ترمي شيئا من القاذورات أمام منازلهم فتؤذيهم بالرائحة الكريهة، فإنك أنت بعملك هذا ستكون تقتدي بجار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اليهودي الذي كان يضع الشوك أمام داره صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لي يا أستاذي أن أعرف حال جاري إذا بات وهو جائع أم شبعان كما حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بارك الله فيك. نعم، بكل تأكيد يكون ذلك بتفقد أحوال من حين إلى آخر والسؤال عنهم بشكل مستمر، فلا تنم وجارك جوعان. وبهذه المناسبة سأحكي لكم هذه القصة القصيرة. قال مجاهد أحد علماء هذه الأمة: كنت عند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وكان له هناك غلام يذبح شاة له، فقال له: يا غلام، إذا ذبحت فابدأ بجارنا اليهودي. وقال هذه العبارة مرارا وتكرارا: إذا ذبحت فابدأ بجارنا اليهودي، إذا ذبحت فابدأ بجارنا اليهودي. فقلت له، أي مجاهد يقول لسيدنا عبد الله بن عمر: لما تكرر قولك هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى خشينا أنه سيورثه. وبهذا الأدب الثامن نكون أحبتي قد اقتتمنا أبرز وأهم الآداب النبوية التي يجب علينا الاتصاف بها في تعاملنا مع جيراننا. فتعالوا كالعادة نستذكر هذه الآداب التي أوردناها في هذه الحلقة، وهي: الأدب الأول زيارة جارك إذا كان مريضاً والدعاء له بالعافية، كذلك أيضاً تجنب التفاخر عليهم بملابسك أو مالك أو بيتك، أيضاً كذلك من الآداب الابتعاد عن أذية جيرانك بأي شكل من الأشكال. الأدب الرابع إياك أن تتنصت عليهم أو تتجسس على أسرارهم. الأدب الخامس مشاركة الجيران أفراحهم وأحزانهم. الأدب السادس تجنب الدخول إلى بيتهم أو إحدى غرفهم من دون إذن أحد منهم. والأدب السابع عدم رمي المخلفات أمام منازلهم فتؤذيهم بالرائحة الكريهة. والأدب الثامن الذي ختمنا به حلقتنا لهذه الليلة، وهو تفقد أحوال جيرانك من حين إلى آخر. رزقنا الله وإياكم حسن الانتفاع والعمل بهذه الآداب، وجعلنا الله وإياكم متحابين متوادين متراحمين مع جيراننا، إنه أرحم الراحمين. وهكذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة. اللقاء يتجدد معكم في حلقات قادمة. حتى ذلكم الموعد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.